اكتر خبر لفت نظري طبعا اللي هو تشكيل حكومه الجنزوري، وبعد منه تفجير خط الغاز المؤدي لاسرائيل والاردن. الاقبال على الانتخابات اكتر خبر حضرتك لفت نظري ان هو فرض العقوبات بتاع سوريا على سوريا وتركيا، اقتحام السفاره الايران البريطانيه في ايران، تشكيل حكومه الجنزوري. وبصراحه انا كمان اللي لفت نظري ان هو شكل ناس من الثوره، فوز الاسلاميين في المغرب. في خبرين، هو اول خبر فوز الاسلاميين في المغرب، تاني خبر تفجير خط الغاز، اقتحام السفاره البريطانيه في طهران، والخبر الثاني الانفراج اللي في البورصه ان الناس كلها استريحت نفسيه. هذا ده حاجه كويسه لينا وللناس.